صحيح أنه خلال الفترة الأخيرة شهد العالم ارتفاعاً شديداً وغير مسبوق في درجات حرارة كوكب الأرض التي تسببت في حرائق غابات عنيفة وكارثية خلال الأيام الأخيرة، وحذرت الكثير من الدول من مخاطر الحر على صحة الإنسان، داعية السكان إلى الإكثار من شرب المياه وتجنب التعرض المباشر للشمس. كما رفعت القارة العجوز الإنذار الأحمر بسبب خطر كبير ناجم عن ارتفاع درجات الحرارة. وخلال الساعات الماضية شهد العراق موجة حر غير مسبوقة، حيث وصلت درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية في بغداد، وهو ما زاد من صعوبة ممارسة أنشطة الحياة اليومية. وأبسط مثال على ذلك المقطع الذي تداوله عراقي وثق ذوبان عليه من شدة ارتفاع درجات الحرارة. دعونا نشاهد. صلوات على النبي. خوش وين سوى الله حيدر هاي خوش طلعة. الحر ولا تدرج أوله. أقدر أحجي برامج ساعة بالوحدة بمنطقة الكاظمية عشر. بس بوعد هاي الأخبار. ترى ماكو شيء حيدر، حتى الحر ولا تدرج أوله. شنو هاي؟ عشاكو حيدر. صلوات على النبي. خوش وين سوى الله حيدر هاي خوش طلعة. الحر ولا تدرج أوله. مع العلم مشاهدينا أن العراق يعد من الدول الأكثر تأثراً بالتغير المناخي وفقاً للأمم المتحدة، واللافت أن عام 2014 قد يكون الأصعب، خاصة أن العلماء أكدوا أن الاحتباس الحراري سيتجاوز للمرة الأولى درجة ونصف الدرجة المئوية، وهي قد تكون لحظة تحول تاريخية وعلامة فارقة في تاريخ الكوكب. إلا أن ما نعيشه مؤخراً يعني فشل الجهود السياسية في التصدي لمشكلة الاحتباس الحراري العالمي. مشاهدينا، برأيكم إلى أين سيتجه العالم بعد كل هذا الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة؟